السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول المنهج الثالث من مناهج البحث في اللغة والنقد، وهو المنهج الاجتماعي. هو واحد من المناهج النقدية القديمة التي ظهرت مبكرا في الدراسات النقدية عربيا وغربيا. بالنسبة للمنهج الاجتماعي فنشأته كانت في أحضان المنهج التاريخي، لأنه المنطق التاريخي كان المؤسس للمنطق الاجتماعي عبر محوري الزمان والمكان. فإحنا لما نتحدث عن المنهج التاريخي اللي هو الأساس تبعه زمنيا ومكانيا، فالزماني والمكاني هذا بتعلق في المجتمع اللي هو زمنيا ومكانيا بيختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. يعني في تغيرات كبيرة بتصاحب التغير الزماني والمكاني. زمنيا إنه بنجد كثير من الظواهر الفنية، الأدبية، الاجتماعية، الإدارية، في أي سلك من أو فرع من فروع الحياة بشكل عام بتتغير من مرحلة لأخرى، وبتتغير كما بتتغير من مجتمع إلى آخر. هنا تظهر أو بيظهر دور المنهج الاجتماعي. الانحرافات الأولى للمنهج الاجتماعي كانت في دراسة الأدب من القرن التاسع عشر، وهذا بنجده عند كل الدراسات عموما بشكل عام اللي هي قديمة، اللي بنحكي عنها قديمة لأنه جذورها قديمة، والتاسع عشر هي بدايتها. أما دراسات أو المناهج الأخرى اللي نتحدث عنها ظهرت في القرن العشرين وواحد وعشرين. وظهرت الإرهاصات الأولى من خلال كتابات أو الاجتماعات اللي كانت تصير في بيت مدام دي ستايل، تحدثت عن الأدب وعلاقاته المختلفة، وكانت خلالها بتأكد في كتابها الأدب في علاقاته بالأنظمة الاجتماعية أنه الأدب في أساسه وجوهره هو تعبير عن المجتمع. وهذا طبعا إشي أساسي، أنه الأدب بيستقي حكاياته وتجاربه ونصوصه وشخصياته وزمانه ومكانه وكل العناصر المكونة للأدب شعرا ونصا وقصة ورواية من خلال المجتمع. يعني ليس هناك انفصام، احنا ما بنحكي عن الخيال بشكل أساسي، لا، بشكل أساسي الأدب أدب الواقع مش أدب خيال. حتى لو وجد خيال فهو يستقي جزء كبير من الواقع ثم يحمل ما دون ذلك من الخيال والفانتازيا. بالنسبة لمفهوم المنهج الاجتماعي، فهو من كلمة الاجتماعي أو المجتمع، عبارة عن منهج يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة. فيكون الأدب ممثلا للحياة على المستوى الجماعي لا الفردي، باعتبار أن المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الأدبية، زي ما حكينا سابقا أنه هو أنه الأدب بيعبر عن ما يحدث في المجتمع من واقع. والباحث بتعمق في طبقات المجتمع وبيحاول يبين الظروف المحيطة في كل منها والعلاقات والتأثير اللي بين شخصياتها، وهذا الأدباء اللي قاموا ويعني نهضوا به في الحياة في التعبير عن أدوار الحياة العامة. بالنسبة لهذا المنهج بيقوم بدراسة كافة النصوص من المنظور الخاص بتعبيرها عن الوسط الاجتماعي. يعتبر هذا المنهج أساسي في كافة الدراسات الأدبية، لأنه المجتمع لا ينفصل كما سبق ذكرنا عن الأدب. فإحنا لو تناولنا التاريخ طبعا بنمر بمراحل الزمنية المختلفة، فبنمر على المجتمعات المختلفة. يعني بشكل أساسي بنمر على المجتمع. لما نحكي نفسيا بنحكي عن الأديب عبر ما يتأثر به بالمجتمع من مجتمعه الخاص أو مجتمعه الكبير، من أمور تؤدي أو تؤثر في شخصيته، تبني له العقد، تبني له المشاعر النفسية مختلفة وهكذا. وأن الأدب هو ثمرة إعادة لعناصر الواقع بلغة جديدة هي لغة التعبير الأدبي. من هنا كان منطلق النقاد الاجتماعيين في قراءاتهم النقدية يعتمد على الظروف الاجتماعية، باعتبار أن المجتمع هو المنتج الفعلي لهذه الأعمال الإبداعية والفنية، أي أن المجتمع هو الذي يؤثر في الأديب في دفعه إلى الخلق الإبداعي، كما يعني أيضا إلى أنه معرفة الظروف المختلفة للمجتمع بتمكننا من قراءة نقدية سريعة للأعمال أدبائه. فلا يكتمل فهم هذه الأعمال إلا في فهم المنتج الاجتماعي والظروف الاجتماعية المحيطة بكل أديب. هذا المنظور اللي هو برضه بيربط بين الأديب ومجتمعه، يعني دور يعني عمل أديب معين أو نصه
لازم يدرس من خلال المجتمع المحيط به، فإحنا نحكم على طريقة كتابته، طريقة رؤيته أو نظرته لأمر ما. يعني ممكن طبعا مجتمع عربي تختلف نظرة الأديب لقضية، مثلا قضية المرأة والتعامل معها وما يتعلق بحقوقها وما يتعلق بواجباتها والحجاب وغيرها من الموضوعات، عن أديب بتناول نفس الموضوع وهو من بيئة مجتمع غربي، وهنا ببين أثر المجتمع بشكل أساسي. بالنسبة للمنطلقات والمبادئ اللي بنطلق منها المنهج الاجتماعي فهي إن الأديب يعيش في بيئته ويكون أبدا معزول عنها. يعني فكرة الالتزام في الأدب إنه نوعا ما، يعني إنه الأديب طبعا مش هيكون ساكن، أنا موجود في بلد فيها حروب وأتناول بس فرح وكده، فلما بينظروا إلى الأديب حيتفاجئوا إنه هذا الأديب موجود في هاي البيئة بس بيحكي عن الفرح، فحتنزل حتى من مصداقيته، لأنه المفروض إنه هو بيعبر عن مجتمعه، والتعبير عن المجتمع بيحمل فكرة اللي هو الموضوعية والصدق الشعوري والعاطفي، لأنه إحنا بنعيش التجربة فبنعبر عنها. ما أنت بتحكي عن الفرح وأنت بتعيش هيك واقع ومأساة، والعكس طبعا صحيح. السياق الاجتماعي يتولد منه الإنتاج الأدبي، يعني طبعا قلنا إنه قبل هيك وكررنا إنه يعني الأدب انعكاس للمجتمع، والأديب بيتأثر بمجتمعه، فإشي طبيعي إنه السياق الاجتماعي هو اللي بيولد الإنتاج الأدبي، التجارب الموجودة، الأحداث، ما يمر بالواقع من أمور، الشخصيات اللي بيجدها الكاتب والأديب خلال احتكاكه بالمجتمع هي بتولد هذا الإبداع. يعتبر الأدب المرآة التي تعكس انتماء الأمة، معلش على الخطأ، فهو إشي طبيعي إنه الأدب مرآة لهذا المجتمع. طبعا إحنا نلاحظ هذا الإشي بعد مرور وقت، يعني مثلا لو عند العودة إلى أدب العصر العباسي، أدب العصر الأموي، بنلاحظ إنه الكتابات اللي انكتبت سواء شعرا أو نثرا كده هي بتعبر عن هذا المجتمع، ثقافته، الأحداث اللي مرت فيه، شخصيته، حتى اللباس والهيئة السكانية والهيئة العمرانية والحضارية والفكرية، كلها بتنعكس من خلال أدابه. الأدب يخاطب أفراد المجتمع ويعتبر جزءا منه، إشي طبيعي، هو لما بيقدم رسالة معينة من خلال نصه فهو بتعبيره عن هذا المجتمع، هو بيعبر عن انتمائه، عن رضاه عن هذه الفكرة إذا كان بيطرحها بطريقة جيدة، ورفضه بيبين من خلال الطرح، فهو بجميع الأحوال هو بيعبر عن مجتمعه وما يحصل فيه اللي هو جزء منه، وبيشعر بهذا الالتزام فبيقدم النص أو التجربة بطريقة معينة سواء سلبيا أو إيجابيا، سلبيا إنه يريد تغييرها أو إيجابيا بيتبناها وبيأكد عليها وبيعبر عنها وبيظهرها. إنه يعتبر الأدب كمان نقد مضمون للنص الخاص بالكاتب، إشي طبيعي لأنه تو وضحنا إنه ممكن هو يحاكي أو يعبر عن تجربة معينة أو حدث أو حكاية أو قصة أو ظاهرة موجودة في المجتمع، هو من خلال النص هو بيحاول ينقدها وبيرفضها أو بيدعي إلى تغييرها أو بيبين سلبياتها اللي كشفها للمجتمع. هذه المنطلقات والمبادئ بشكل عام المنهج الاجتماعي اللي هي ما بتخرجش عن إطار إنه الأدب تعبير عن المجتمع، وإنه الأديب جزء من المجتمع وبيعبر عنه، بيعبر عن واقعه وعراهنه وتجاربه وأحداثه، ما بيخرج عن هذا المجتمع وبيأثر فيه وبيبين ذلك من خلال حتى الألفاظ، حتى العبارات، حتى طريقة التعبير، فهو جزء منه. آلية توظيف المنهج الاجتماعي في الدراسات، أول إشي ننطلق من فكرة إنه المنهج الاجتماعي في الأدب إنه في عنا ظاهرة اجتماعية، والأدب لا ينتج أدبا لنفسه إنما ينتجه لمجتمعه، يعني في تعبيره عن الأدب هو بيعبر عن المجتمع بشكل عام، فبيعكس صورته وصورة الحياة الموجودة والواقع الاجتماعي والعلاقات الموجودة بين المجتمع، بيعبرش عن نفسه.
وهذا بيعني أنه المنهج بيعنى بالعوامل الخارجية التي تحيط بالأدب وتؤثر فيه ومحاولة تفسيره في ضوء السياق الاجتماعي والظروف الاقتصادية السياسية. طبعا إحنا لما نحكي عن المجتمع عن ظاهرة اجتماعية معينة، مثلا زي ظاهرة الغزل، ظاهرة التكسب اللي هو عندنا هنحكي عنهم كأمثلة، عندنا مثلا ظاهرة الزهد، ظاهرة اللي هو كثرة الغناء، هذه كلها ظواهر، مثلا تغني بالطبيعة، هذه الظواهر اللي تظهر في الشعر مثلا. إيش أسبابها؟ إيش أسباب الحديث عنها بهذه الطريقة؟ طبعا إلها عوامل مش اجتماعية فقط. طبعا لما إحنا بنتغنى وبصير عندنا ظاهرة الغزل والغناء والأمور اللي بتكون تكلف بعض الشيء، هذا بتدل عن رخاء اجتماعي واقتصادي وعن رؤية سياسية، فكر سياسي منفتح. هذه اللي هي الظواهر الاجتماعية ما بينظر لها فقط من جانب اجتماعي، لا، بتدرس سياسيا واقتصاديا وغيره. التعمق في طبقات المجتمع ومحاولة تبين ظروفها وبينها من علاقات ومدى تأثير هذه العلاقات في شخصية الأدباء ونهضوا في الأدوار، لأنه في كثير من القضايا حتى الاجتماعية بتختص بطبقة من المجتمع غير طبقة أخرى، وبعض الظواهر الأخرى بتتعلق بين الطبقات هذه، فإحنا بنظهر الاختلاف حتى الطبقي عند التعامل مع ظواهر معينة، وهان دور المنهج الاجتماعي في التعمق في كل ظاهرة أو حسب سياقات هذه الظاهرة. اتجه هذا المنهج إلى دراسة العوامل السياسية والاجتماعية وتتحكم في الظاهرة الأدبية، فكان ينفذ في التاريخ الاجتماعي محاولة لشرح العمل وتفسيره وتوجيهه الوجهة الصحيحة، وهو يعني ببعض الأجناس الأدبية التي تصور بنوع خاص الواقع الاجتماعي زي الرواية الواقعية والمسرح السياسي الحديث. فطريقة توظيفه بدها تكون بهذا الاتجاه اللي هو فيها جانب من التاريخ عشان تظهر الظاهرة الاجتماعية بجوهرها الحقيقي. كيف يعني؟ زي ما بندرسها سياسيا واقتصاديا عشان نبين العوامل اللي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة الاجتماعية، تاريخيا تدرس يعني من ناحية تطورها، يعني تطور الظاهرة، تطور ظاهرة الغزل واختلافها مثلا، اختلاف أو الاهتمام بها، يعني كانت موجودة في العصر الجاهلي بشكل معين، في العصر الإسلامي تم ضبطها وفق الشريعة الإسلامية، ثم في العصر الأموي أخذت مسارات أخرى، في العصر العباسي انفتحت وظهر لها موضوعات أخرى، بعضها نقبله في الإسلام، بعض آخر لا نقبله، وهكذا. مميزات المنهج الاجتماعي إنه من خلاله يمكن دراسة وتحليل النصوص الإبداعية بدقة، لأنه إحنا بنتحدث مش بس عن مجتمع وعن رؤية اجتماعية، لا، احنا بنتناول جانب تاريخي وسياسي واقتصادي وبنحاكي كل الظروف المحيطة بالظاهرة. نتعامل مع الظواهر الأدبية على أنها ظواهر اجتماعية، وهذا مفهوم يبين الصلة التي تربط بين كل من النص والمجتمع الذي ينشأ فيه، وهذا شيء طبيعي أنه احنا ليش النص هذا ظاهر في هذا المجتمع، وشو المؤثرات، وشو العلاقة، وشو الروابط، وليش بهاي الطريقة، وإيش التطور اللي حاصل، وإيش المؤثرات اللي جعلت هذا النص بهذا الشكل في هذا المجتمع. يقدم نقد مضمون للنص الخاص برسالة الماجستير أو الدكتوراه وغيره. يعني إحنا لما بنتناول في المنهج الاجتماعي ظاهرة معينة ننقد نقد خاص للمضمون الموجود فيها، لأنه بنبين الظروف الخاصة المحيطة بهاي الظاهرة في هذا المجتمع والعلاقات اللي المحيطة بها. إبراز كافة الدلالات الاجتماعية أو التاريخية الخاصة بالعمل الأدبي، وهذا وضحناه سابقا. بالنسبة لعيوب المنهج، أنه بيبالغ في إظهار التفوق. كيف يعني؟ يعني يقوم بإبراز الشخصية البطال، وكذلك يبرز مدى تفوقها وتميزها عن باقي الشخصيات الأخرى. يعني لما ندرس عمل معين من المنهج التاريخي، نجد انه هو بيركز على الشخصية البطلة اكثر من اي شخصية اخرى وبيعطيها اهتمام مبالغ فيه. هذا يعتبر عيب طبعا، لانه المفروض انه تتعامل كل الشخصيات باسلوب واحد لبيان العبرة الخالصة من كل العمل. ثاني اشي، الافراط في المضمون على حساب الشكل. يعني كيف بيكون في اهتمام كبير بالمضمون بالاعمال
وبننسى الشكل العام اللي بنقدم فيه. هذا سلب من سلبيات، المفروض إنه في تفوق بين الشكل المضمون عشان تظهر العمل بشكل أفضل يكون تأثيره أكبر. سيطرة التوجه المادي، لأنه بيركز على الأمور الدنيوية أكثر من الأمور الأخرى، من الغيبيات أو مثلاً الأمور الأخرى اللي بتتعلق بحياة الأديب، فهذا من سلبيات المنهج. كمان إنه الأدب انعكاس الظروف الاجتماعية، فيركز الأديب على زاوية واحدة اللي هي إيش؟ هذه الوجهة اللي هي انعكاس الظروف الاجتماعية على الأديب، وهو مش شرط إنه يكون الحكم بهذا الاتجاه، لأنه يعني بعض الأمور حتى لو كانت الظروف الاجتماعية هي اللي أدت إلى هذه السلبية، إحنا لا نقبلها. لا نقبل إنه كل إنسان مستسلم للظروف الاجتماعية ويعطيني نموذج من نماذج الأعمال بهاي الطريقة. بالنسبة للنماذج عن الدراسة الاجتماعية، نحن ممكن ندرس شعر الغزل في العصر العباسي، ممكن ندرس الصعاليق في الأدب العربي، في الأدب العربي ممكن نحدد طبعا في العصر العباسي الأول، في غيره ظهر التكثف في الشعر العربي ونحدد علاقتها الاجتماعية وغيرها، ونحدد وين ظهرت التكثف. يعني احنا ممكن هذه الامور ندرسها تاريخيا ندرسها اجتماعيا. وقت ايش بتظهر اجتماعيا؟ لما نحدد الفترة الزمنية اللي ممكن نتناولها. كتير امور اخرى ممكن نتناولها من ناحية اجتماعية، تتعلق سواء بتتعلق بالشعراء او بتتعلق بالجوانب المادية المعنوية، شو ما كان اتجاهنا الادبي. لكن يعني الفكرة إنه المنهج الاجتماعي بيهتم بالظروف الاجتماعية، بإنه الأديب جزء من المجتمع، بإنه المجتمع هو اللي أنتج الظاهرة اللي بنتحدث عنها، فإله تأثيره الأول والمباشر سواء على الأديب أو على النص. ويعطيكم ألف عافية، وبنشوفكم بمنهج جديد.